عقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعا مع عدد من مساعديه وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية تزامنا مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الإخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخليه اجتماعا مع عدد من مساعديه وعدد من القيادات الامنيه بمواقعها عبر تقنيه الفيديو كونفرنس لبحث استراتيجيات العمل الامني في المرحله الحاليه واستعراض محاور الخطط الامنيه تزامنا مع بدء العام الميلادي الجديد واعياد الاخوه المسيحيين وراس السنه الميلاديه في بدايه الاجتماع اعرب وزير الداخليه عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطه في شتى مجالات العمل الامني والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات مشيرا إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية وتبع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة مشددا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفه الجهود المبذوله وتفعيل جميع الاجراءات والتدابير اللازمه لتامين المنشات الهامه والحيويه ودور العباده والمنشات السياحيه وتفعيل اجراءات احكام الرقابه على الطرق المؤديه الى تلك المنشات من خلال استخدام التقنيات الحديثه ودعم الخدمات الامنيه بالمنطقه المحيطه بها مؤكدا على اهميه ان تتحلى العناصر القائمه على تامين المنشات بالجاهزيه التامه والكفاءه العاليه والاهتمام بالمظهر الانضباطي بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتمله واكد اعتماد خطط مستدامه لانتشار القوات ونشر الدوريات الامنيه بكافه الطرق والمحاور بما يسهم في سرعه الانتقال واحتواء اي مواقف طارئه كما اكد الوزير على اهميه التواجد الميداني لكافه المستويات الاشرافيه لمتابعه تنفيذ الخطط الامنيه ومراعاه البعد الانساني عند التعامل مع المواطنين اثناء تنفيذ الخطط والاجراءات الامنيه والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم